لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، النادي الأهلي بيقهر نادي الزمالك كالعادة، نجوم طايرة النادي الأهلي للسيدات قهروا طايرة الزمالك وحصلوا على بطولة دوري الطائرة في ليلة بكت فيها هناء حمزة بكاء مريرا ودرسا قاسيا من الكابتن محمود الخطيب لغرور هناء حمزة وعزل مرتضى منصور رسميا من نادي الزمالك وعواد ويوسف أسامة نبيه إلى نادي بيراميدز، والأهلي في مواجهة ناري مع الرجاء في دوري أبطال أفريقيا غدا، لقاء الكبار في بطولة الأبطال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وإخواتي ومتابعين ومشاهدين أفراد أسرة ملعب أفندينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ووحشتوني. كل سنة وحضراتكم طيبين وعيد فطر مبارك على حضراتكم وعلى أسرتكم الكريمة. وكالعادة لا يحلى الكلام إلا بذكر خير الأنام رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. وقبل ما نخش في موضوعنا خليك فاعل خير واعمل لايك واعمل شير، ومستني إيه يا أبو الصحاب؟ شرفني باشتراكك الجميل وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من أفراد أسرة ملعب أفندينا. نخش في موضوعنا بقى. طب يلا بينا. بص يا سيدي، نادي الزمالك اللي سعى بكل الطرق عشان يحصل على بطولة في دوري الطايرة، عشان كده مرتضى منصور راح تعاقد في بداية الموسم مع نص لعيبة النادي الأهلي، وكان من ضمنهم بنت هناء حمزة اللي كانت في يوم من الأيام واحدة من كباتن النادي الأهلي، وقدر مرتضى منصور انه يجيب اللعيبة دي وخلاص بقى، وبقى عندنا الثقة ان احنا هناخد البطولة. ما اللعيبة دي اللي كانت بتجيب البطولات للنادي الأهلي، إلا إن النادي الأهلي العظيم أبى إنه يفرط في البطولة، وقدروا إن هما يفوزوا على الزمالك ويحصلوا على البطولة في ليلة بكت فيها هناء حمزة بكاءً مريرًا من بعد الغرور للانكسار. هناء حمزة اللي رفضت انها تسلم على العمري فاروق، الكابتن محمود الخطيب بيلكنها درسا قاسيا، ابكاها بالادب وبالاحترام في ظل الاحتفالات مع لعيبته اللي كانوا رجالة بمعنى كلمة رجالة. البنات قدروا ان هم يكونوا رجالة وحافظوا على كرامة النادي الاهلي من شماتة هناء حمزة. اما بالنسبة لموضوعنا التاني، محمد عواد ويوسف اسامة نبيه رايحين بيراميدز يا زملكاوية، ازاي يا جدع؟ هقول لحضرتك ازاي. يوسف أسامة نبيه الشاب الصاعد بسرعة الصاروخ في نادي الزمالك، وواحد من أبناء نادي الزمالك وابن الكابتن أسامة نبيه اللي كان المدير الفني لنادي الزمالك، وهو واحد من هدافين نادي الزمالك الحاليين. الزمالك عرض عليه 2 مليون جنيه عشان يجدد، بيراميدز تسكت؟ لا طبعا، شايفة ان الولد هيكون مستقبل الكورة في مصر، فعرضت على اللاعب 10 مليون جنيه. إدارة نادي الزمالك تسكت؟ لا طبعا، قالت له بص بقى يا يوسف، انت موقفك هنحدده مع المدير الفني، المدير الفني لو عايزك هنبقى نشوف موضوعك، مش عايزك يبقى اتكل على الله يا ابني. ايه اللي بتقوله ده يا معالي المستشار؟ يا معالي المستشار، يعني نخسر لعيب زي ده عشان خاطر مدير فني انت جايبه 6 شهور وبعد كده احتمال يمشي او يقعد؟ طب يا اخي جدد له، ولو المدير الفني مش عايزه ابقى طلعه اعارة ويبقى رضيت المدير الفني، وفي نفس الوقت كسبت اللاعب وحافظت على لاعب هيكون مستقبل لنادي الزمالك. لكن كالعادة الادارة فني فن، لكن في الزمالك عن. اما بالنسبة لمحمد عواد اللي الراجل قال انا بتمرد على الوضع الحالي وخلاص، الامور بالنسبة لي منتهية، انا قعدت دكة في نادي الزمالك اكتر من لعبت وكده ما ينفعش، قعدت لابو جبل وحاليا قعد لمحمد صبحي، انا ماشي ورايح بيراميدز. في الوقت نفسه محمد صبحي عايز يتساوى بمحمد عواد، عايز 15 مليون جنيه يا مرتضى بيه، ما انت وزعت الملايين على اللعيبة، ايه الكسر اللي جبتهم لنا؟ وكأنك بتوزع العادية. كل سنة وحضراتكم طيبين.
بس اقول لك على حاجة، عزل مرتضى منصور رسميا وخلاص نهاية مستر اكس. ما معالي الوزير اشرف صبحي بعت الجواب الرسمي لمجلس ادارة نادي الزمالك بتنفيذ حكم عزل مرتضى منصور، وعلى مجلس ادارة نادي الزمالك ان يختار من بينهم احد يكون قائم بتيسير امور نادي الزمالك او القائم باعمال رئيس نادي الزمالك، يكون اكبركم سنا اصغركم سنا، امين الصندوق، تجيبوا بيه بقيود، المهم ان انتوا تختاروا واحد يسير الامور لمده 3 شهور لحد ما نعمل لكم انتخابات في شهر 7 الجاي وخلاص نهايه مستر اكس. يعني مش هنشوف مرتضى تاني؟ هقول لك مين اللي قال لك كده. مرتضى منصور طبعا هيحق له ان ينزل انتخابات حتى لو ضد القانون، لانه هيرفع قواضي وطعنه في الاخر هيكسب القضيه ويحق له ان هو ينزل الانتخابات، لان زوال عضويه مرتضى منصور من الرئاسه او كعضو مجلس اداره انما مش من الجمعيه العموميه، ومن حق اي عضو جمعيه عموميه انه يرشح نفسه في الانتخابات الجايه. شفتوا القصة حلوة ازاي؟ يلا مش مهم نفرحوا شوية 3 شهور من غير مرتضى منصور. والله هتوحشني، كنت عامل حس واجواء كده في الرياضة المصرية، وكان يعني في سب وقصف وشتيمة وانا وذكرياتي والليلة الطويلة اللي كنا بنعيشها معاك في مسلسلات مرتضى منصور على قناة نادي الزمالك. ربنا يرجعك لينا والأفلامك ومسلسلاتك من جديد، ويرجع من جديد مرتضى منصور والعودة جعفر العمدة. أما بقى بالنسبة لموضوعنا المهم، الأهلي والرجاء، المباراة الحاسمة في دوري أبطال أفريقيا، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، الأهلي هيقابل الرجاء غدا في تاني أيام العيد، والنادي الأهلي جاهز إنه يقدم العيدية لكل جماهيره اللي هتحضر ب 52 ألف مشجع أهلاوي، وجاهزين بدخلة نارية يرعبوا بيها نادي الرجاء ويحفزوا لاعبتهم ان هم يكسبوا وسكور. ما هو لازم الأهلي يكسب سكور عشان يروح ماتش العودة في المغرب وهو مرتاح، وخصوصا هروب زكريا الوردي اللي كان بيلعب في نادي الزمالك من شهور قليلة، وكان يا ولده بعد ما عمل اسيست ولا اروع ولا اجمل لسافيو البرازيلي لاعب النادي الاهلي في لقاء السوبر، تسبب ان الزمالك يخسر السوبر امام منافسه التقليدي النادي الاهلي اللي جمهور الزمالك جاب له اكتئاب ورحل عن نادي الزمالك، بيلعب حاليا في نادي الرجاء، ودلوقتي ركبه بتخبط على بعضها وبيتهرب وبيتمارض وبيقول ان هو مش قادر يلعب يا ولده، ما هو ما يقدرش يلاعب الاهلي، الاهلي بعبع وعو والاهلي جاب له اكتئاب، فما بالك وهو في الرجاء هتبقى الامور غير مرضية. عشان كده زكريا الوردي مش هيلعب اللقاء، والاصابات بتضرب نادي الرجاء وبشدة، عدد كبير من لعيبة الرجاء الاساسيين ما حضروش التمرين الاساسية النهاردة قبل اللقاء الحاسم، يعني كل الامور وكل الظروف مهيئة ان النادي الاهلي بمشيئة الله تعالى يفوز سكور بكرة على نادي الرجاء. والحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقه نالت اعجابكم، ويا رب نكون عند حسن ظن سيادتكم واللي لسه ما عملش اللايك. يا اخي ده احنا في العيد، اديني العيديه وعيديتي دعمك باللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناه يلا يا ابو الصحاب اشترك في قناه اخوك وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسره ملعب افنديك.